إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم النحل آبائي والصفحة على الفيسبوك تربية النحل ولاية سطيف الجزائرية. كما تلاحظون أصدقائي، اليوم راني مع فحص الخلايا بعسيلات. الخلية هذه هي بالحاجز الملكي، درت لها الحاجز الملكي. هذا الحاجز الملكي منتوج جزائري ما شاء الله، صدقوني ما شاء الله ما شاء الله. مجرب حاليا، مجرب مدة شهر، راه في القمة لحد الآن. مشكورين الإخوة اللي راهم الجزائريين اللي راهم يخدموا فيه. نجيو للخلية، يعني ماهوش إشارة، حاجة مليحة نقول مليحة مباشرة. شوف، نجيو للخلية. الخلية هذه جنيت منها العسل الأيام الفارطة، يعني منذ 20 يوم أو 15 يوم، وتركت بعض الإطارات، تركت خمسة فقط، لأن الكثافة شوية تنقص مع مقارنة مع فصل الربيع، وبالتالي أنقصت القليل من الإطارات. اليوم وش درت؟ فحصت الخلية صندوق التربية، وجدت أن هناك بيض وحضنة مغلقة مفتوحة. خلية يعني ما شاء الله أمورها تبشر بالخير. قمت بنزع إطار، يعني إطار في حضنة مغلقة، وضعته هناك، لأني سأضع دائما سأضع أرجع الحاجز الخلية هذه. الحاجز تركته فقط الخلية القوية التي ما زالت تعمل، يعني ممكن للنحال أن يلاحظ أن الخلية تعمل أم لا. ووضعت مكانه، يعني رفعت حضنة مغلقة إلى هناك، نفضته من النحل ووضعته في العسيلة، واستبدلت معه إطار آخر مبني جديد، مبني جديد لا يجد به عسل، فقط في الأعلى. قمت بوضعه هنا لأن الملكة تحب الشمع الجديد، وبالتالي تبيض بسرعة فائقة أو بكثافة في الإطار. الآن ماذا أفعل؟ سأقوم بإرجاع الحاجز، سأقوم بإرجاع الحاجز، دخن قليلا. الغاية من الفيديو هي اكتساب بعض المهارات، نقل بعض المعلومات، وكذلك تنبيه الإخوة بالنسبة للخلايا التي بعسيلات. لا تستهزئوا، افحصوا خلاياكم. الكثير من الخلايا وجدتها بدون ملكاته، قامت بالتطريد دون دراية مني، لأني كنت أضع مصيد حول اللقاح، كنت أظن أن الخلايا لا تقوم بالتطريد، ولكن كان العكس. هذا هو الحاجز الملكي، يعني ما شاء الله عنده مساحة ما بين الإطار والبلاستيك تسمح بتحرك النحل. شوفوا دوك يبدأ النحل يخرج، هذا يعني أحسن من الحواجز الأخرى. هذا بالنسبة للحاجز الملكي. سأرفع العسيلة، ما نعرف نقدر نرفعها بيد أم لا. بسم الله يا ربي، اللهم توكلت عليك يا رب. إذا معليش نقدروا نرفعها هكذا بالهدوء فقط، لأن راه شوية سخانة وزايد هنا. دقيقة نحبسوا التصوير. إذا هاو الحاجز الآن راه في مكانه. العسيلة فيها خمس إطارات، يعني الشيء الذي جمعه النحل هو بركة، لأني نزعت منها العسل منذ مدة. الشيء اللي جابه ربي مرحبا به. الآن نغلق على الخلية، ما ننساوش دائما التغطية، لا ننسى التغطية، يعني تغطية الخلية من الأعلى. راني نستعمل الكيس هذا هكذا. نغطي على الخلية. الآن راني كملت نغطي على الخلية، أعطيتكم بعض المعلومات فقط. يجب الانتباه إلى صندوق التربية، وكذلك في حالة ما إذا لم تجد الملكة، أو لم تجد البيض أو اليرقات أو الحضنة، هنا تضع إطار حضنة مفتوحة وبيض. في بعض الأحيان هناك ملكات يعني معلمة توقفت عن البيض نهائيا في هذا الوقت. ليس كل الملكات مثل بعضها، ولكن كاين بعض الملكات تتوقف عن البيض، وعندي حتى ملكات متوقفة عن البيض ولا بيضة والملكة معلمة. يعني المعلومة التي يقولها بعض النحالين أن الملكة لا تتوقف عن البيض، هذا خطأ. الملكة تتوقف عن وضع البيض في الصيف وفي الشتاء، عندها فترة تتوقف عن وضع البيض، ومع بداية دخول الخريف شهر 9 والتغذية بعد نزع الأسيلات ترجع في البيض وتضع يعني كثافة عددية من البيض. إذن شكرا لكم وإلى اللقاء. يعني حقيقة التجربة هي التي تتكلم، التجربة التي تتكلم، ولا يمكن تطبيق المعلومات كاملة.